الغلاف ده اللي صممته أستاذة أستاذة نعمة، وهي اللي قرأت الرواية وشافت إن الغلاف يليق على بطلة الرواية وليس بتوجهات مني، لكن ما يتقصدش بيه حد يعني. وطبعا أنا لما شفت الغلاف عجبني. تقصد إيه حضرتك من العلم الإسرائيلي والعلم الأمريكي على غلاف الرواية؟ دي وجهة نظر مصممة الغلاف، ولكن أنا عاوز أقول يا جماعة أنا كمؤلف لا يمكن أقول أنا أقصد إيه من دي أو أقصد إيه من دي، لازم القارئ والمثقف والبسيط هو اللي يفكر ويقول هو يقصد إيه الكاتب أو كده، لأن دائما الكاتب بيسعى إلى كل ما هو جميل وإلى تنمية المشاعر الجميلة داخل قرائه، ولكن أنا اللي أسعدني إن هذا العمل الفني نجح، وأنا كنت خايف إن هو يتقال عليه عمل فني ضعيف، لأن الكتب السياسية حققت رواج من ناحية الفكرية ومن ناحية المبيعات، وكل النقاد باختلاف ميولهم واتجاهاتهم أشادوا بكتب السياسية، فأنا كنت مرعوب إن يقال إن هذه الرواية عمل ضعيف، ولذلك أنا اللي أسعدني إن العمل الروائي ده نال إعجاب أعداد كبيرة جدا، ولذلك هي تعرفني الأول بس، بتتكلمني عن حوالين الكتاب وأهم ما فيه وفكرته جات لك إزاي؟ هي موزة رواية يعني جات لي بالصدفة، أنا من 2006 وأنا كنت بدأت أكتب، يعني أقرر إن أنا أطلع كتب سياسية، فطبعا كنت بدأتها بالكتاب اللي هو كتاب ذكريات لمذكراتي اللي هو السيرة الذاتية للواء فؤاد علام، والكتاب ده لما لقى نجاح وشارك في 38 معرض المستوى العالمي وخد أحسن تاني كتاب في معرض القاهرة الدولي 2008 بعد كتاب أيمن الزهري، شجعني أكتر إن أنا أكتب الكتاب اللي هو بتاع شهود على العصر اللي هو بتاع الستة الكبار اللي هو شهادة رئيس المخابرات العامة السابق فؤاد نصار اللي هو كان يعتبر أهم راجل في مصر ومن أهم الرجال في مصر وتاريخ مصر، إن هذا الراجل هو الذي وضع خطة التمويل في حرب أكتوبر، يتكلم على حرب أكتوبر بشكل تفصيلي ويتكلم على حقائق كتير جدا في الحرب، وقال إن الرئيس السادات كان على حق، كان سعد الدين الشاذلي على موقفه خطأ، وإن الرئيس السادات أدار حرب أكتوبر على أفضل ما يكون، وبعكس ما في ناس كتير جدا كانت بتهاجم الرئيس السادات، وإن هذا الرجل أنا بعتبره نموذج في الوطن العربي، لأن شقته أوضتين وصالة، أنا ذهلت لما دخلت شقة هذا الرجل رئيس المخابرات العامة أوضتين وصالة. لكن فكرة موزة جات لي إني كرواية، إن أنا حبيت أهرب من الكتابة السياسية اللي هي لغة تقيلة، اللغة اللي كلها ألفاظ ثقيلة، والفكرة جات لي إني أنا عايز أكتب عن المجتمع وعن المرأة وعن الواقع اللي إحنا بنعيشه. طبعا حضرتك انسان مثقف تعلم تماما ان الروايه يعني مش من حق الكاتب او المؤلف ان هو يفسرها، ولكن انا وجهه نظري دايما في كل شيء اكتبه ان لازم يحمل وجهه نظر، وجهه النظر دي متروكه للقارئ، متروكه لأصحاب الفكر وللناس البسطاء، ولو أنا فسرت كل ما أنا أكتبه قد يعني أحرم البسطاء من تفكيرهم، وده طبعا ده شيء مش يعني مش مطلوب من الكاتب. الكاتب بيكتب الفكرة ويطلقها للقراء في كل العالم. تمام، ما سبب تحول خالد سليمان من السياسة للأدب؟ هي فكرة لترويض نفسي، لدرجة إني يعني أنا عشان أكتب الرواية فضلت أقرأ
فترة طويلة جدا روايات، لدرجة إن جبت كل تراث نجيب محفوظ قرأته مرة أخرى عشان أروض نفسي وأهدي من نفسي وأنا بكتب. وحقيقة وأنا بكتب الرواية ما كنتش عارف إيه أبعاد الشخصية دي، ولكن هي دايما المرأة بيبقى تقدر تاخد منها أمثال لكل شيء. المرأة قد تكون هي أم، قد تكون دولة، قد تكون مثل لقرية، قد تكون مثل لشيء يعني لشيء نبيل أو لشيء سيء. يعني المرأة دايما عاملة زي الإزاز اللي بتشوف كده مخترقة، وأحيانا كثيرة تكون مظلومة. إيه عايز أسأل حضرتك، هل بطلة الرواية هي الأميرة موزة؟ ما ينفعش. أنا لما اتكلمت في الرواية أنا ما كنت بتكلم بداية إن في الأدب والفكر ما ينفعش أنا أقول مثلا ده فلان ده علان ده كذا، ده لازم القارئ هو اللي يجاوب عنه، لازم القارئ يقرأ ويسأل نفسه. يعني أنا بطلة الرواية اللي أنا كتبتها دي كل بنت على وجه الأرض تتمنى انها تكون بطلة هذه الرواية، لسبب ان هذه البنت اللي هي بطلة الرواية كانت جهلة، كانت عايشة في عيشة ضعيفة جدا، فكون ان نزلت عليها ثروة اول شيء فكرت فيه لذكائها ان لازم تلجأ للعلم، لان بدون العلم ثروتها هتضيع، والعلم هو الباقي، والعلم هو اللي بيقوي الشخص، هو بيقوي القرية، هو اللي بيقوي الدولة، هو اللي بيقوي الدنيا كلها. بطلة الرواية دي عندها إرادة غير عادية، صحيح فيها متناقضات وكده، ولكن هم كل أصحاب الإنجازات الكبيرة تلاقيهم متناقضين، فيهم تناقض غريب، ولكن يحسب لهم إرادتهم القوية، وعلى القارئ ان هو ياخد ما يحلو له من الشخصية. ما ينفعش ان اقول ان الشخصية دي فلانة او الشخصية دي فلان او كده، لاني انا بتكلم على الارادة. يعني مثلا قد يكون واحد يقرأ او واحدة تقرأ تقول ان صفة العلم اللي خدت بها بطلة الرواية دي نركز عليها، يعني ام تقول انا لازم اعلم ولادي زي ما بطلة الرواية دي اصرت ان هي تعلم ولاد قريتها، ان لازم ادافع عن جوزي زي ما بطلة الرواية كانت بتدافع عن جوزها وبتحميه. ولكن بطلة الرواية دي تحس ان هي بجانب ان هي قوية، بجانب ان هي اهينت، جوزها اهانها، جوزها ما قدرهاش. هي حتى دايما كانت بتقول ان يعني جوزي يعني ازاي ان هو ما بيحبنيش وما بيقدرنيش ويبص لواحده غير هي فيها ايه احسن مني.